بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف موقع سهل وبسيط ان انت تعمل السي في. هذا هو الموقع، اسمه انهانس سي في. فهقول له اعمل لي لوج ان. لو انت اول مره تيجي هنا هتقول له ساين اب، او ممكن تقول له انا عايز اعمل ساين ان باللينكد ان او بالفيسبوك. طبعا الافضل ان انت تعمله باللينكد ان، لانه هياخد المعلومات من اللينكد ان، وده بيبقى موقع بتاع الشغل. فهتلاقي نفسك كتبت كل الشركات اللي اشتغلت فيها وكل الكورسات اللي انت اخدتها، فيبقى سهل جدا ان انت تلاقي المعلومات تعدل فيها ببساطه. تمام، اختار مثلا الشكل دوت وهقول له اديت. بص، تعديل في سهل وبسيط. بفرض مثلا انت عايز تضيف اديوكيشن جديده، هتقول له زائد، وهيقول لك اكتب انت درست ايه، الكليه ايه، بتكتب اي كليه انت عايزها، مثلا كليه المطبخ. طيب انت درست فيها ايه؟ طبيخ. عايز تضيف حاجه كمان، هتدوس على علامه زائد. طيب عايز تلغي، هتقول له ديليت، وهكذا. طيب عايز اضيف قسم جديد، هاجي هنا اقول له نيو سيكشن، وابدا اختار حاجه من الحاجات ديت، وليكن مثلا سامري او تكنولوجي. تمام، وهتبدا تكتب المعلومات بتاعتك. طيب عايز اغير في الشكل، ممكن اقول له انا عايز اغير في اللي اوت، فبيديني بعض الاشكال تختار اي شكل منهم انت عايزه. تمام، طيب عايز تضيف مثلا زي خلفيه بسيطه، باك جراوند، هتيجي هنا تختار الباك جراوند اللي انت عايزه. طيب عايز واحده تبقى قبل التانية، انا عايز ابدا اعمل دراج اند دروب، هقول له هنا انا عايز اعدل بالشكل دوت، مجرد هتسحب وهكذا. تمام، طيب بفرض ان انا خلصت السي في بتاعي وكتبته زي الفل، هقول له داونلود. فبيقول لي انت عايز تعمل ابجريد ولا ريموف برو. ممكن يكون انت ضفت حاجه زي عناصر كتيره، فبقول له شيل لي الحاجات اللي هي ايه برو داونلود. بيقول لي سي اور بلان، هيعرض لي ولا جيف مي ماي ريزيوم. خلاص نزل لي السي في بتاعي، فاقول له حمله، هيتحمل هوت. ادوس هنا واقول له اوبن ويز سيستم فيور عشان اشوفه على البي دي اف. تمام، هو مجرد بس اضاف الاسم هنا. لو انت عايز تشيله هتيجي هنا من تولز وتقول له اديت بي دي اف. تمام، وتعلم عليه وتقول له ديليت، وتعلم هنا وتقول له ديليت. لو انت عايز تشيلها، عايز تخليها، دي حاجه ترجع لك انت. الموقع من افضل الموقع اللي انا اتعاملت معاها وعجبني صراحه، فقلت يعني تشارك.